الكرشاوي ممثل الرابطة، رابط حقوق الإنسان بجربة. فوجئنا بالأحكام الأخيرة التي صدرت في حق الشبان، رغم احترامنا للقضاء وتمسكنا باستقلاليته، قد سعينا ونسعى حاليا جاهدين لمحاولة إيجاد حل يرضي الجميع، خاصة وأن الوضعية وقعت أيام الثورة في وقت كان الوضع فيه متفجر ولا نستطيع أن معناها لا يستطيع لا الأمن ولا غيره أن يسيطر على الوضعية بأكملها. وبالنسبة لنا ولي شخصيا، فحرق مركز الشرطة لا يعني بذلك عداوة للشرطة أو أي شخص، بل كانت سيبليتو ان جيست سيمبوليك. المقر الذي كان بن علي يقمع منه في العباد، والذي تسبب في عديد المشاكل للمواطنين، معناها هو اللي أدى إلى الانفجار هذايا وإلى ردة الفعل اللي قاموا بها، ربما قاموا بها الشبان هذوما. ولذا نحن أكرر نتابع الوضع بانشغال، خاصة وأن جربة عرفت بهدوئها، ونرجو من الجميع أن تتكاتف الجهود على أساس إيجاد حل، رغم تكراري لاستقلالية وحياد القضاء التونسي في كل أعماله، كما نطالب المجتمع المدني أن يتابع الوضعية، وهذا حاليا جاري بتنسيق كامل مع المحامين وكامل أطياف المجتمع المدني، ونرجو من الجميع أن يتحلى بنوع من الصبر والحكمة، لأنه أنا شبه متأكد أنه القضاء سينصفهم. وفي الختام أتساءل، هل أن التهمة ثابتة على هذا على هؤلاء الشبان؟ ربما تكون التهمة كيدية، ربما لم يقوموا بأي شيء. وجوب وطالب من الجميع أن يتثبت من الأمر، لأنه كما قلت في القبيلة الوضع متفجر، فربما التهمة وجهت جزافا. وأطالب العدالة بأن تتأكد من أن هؤلاء الشبان هم من قاموا بحرق المركز، فلا أحد يستطيع أن يجزم في الوضعية الراهنة، في الوضعية التي وقعت فيها المشكلة، بأن هؤلاء الشبان هم المتهمون وليس غيرهم. وشكراً.